السلام عليكم الخوت، مرحبا بكم مجددا في توقعات مباريات كرة القدم ليوم الأحد. أتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة. مكمل هذا اخترت لكم بعض المباريات من مختلف الدوريات العالمية. نتمنى يحالفنا الحظ، وكما ديما وكيف ما كنقول لكم بأن توقعات مباريات كرة القدم فهي اسمنا على مسمى، فهي مجرد توقع، حتى واحد ما كيعلم شي حاجه الا الله سبحانه وتعالى. المهم حنا كنديروا الاستراتيجيه ديالنا وكنعطيو واحد التوقع اللي كيناسب المباراه وكيناسب الفريق. المهم كمل هذا، كما كتشوفوا راه نختار لكم بعض المباريات كما هما هادو. ما عرفش ما حسبتش شحال، واش 12 ولا 13 ولا 14 المقابلة. المهم الهدف ديالنا هو نخرجوا بنتيجة إيجابية في هاد التوقعات. المهم ما نطولش عليكم، نبداو التوقعات ديالنا. أول مباراة بين الدوري الإنجليزي القسم الوطني الثاني تشامبيونشيب بين فريق ليستر سيتي وفريق كوفنتري. فريق ليستر اللي كان نزل من القسم الوطني الأول، عنده أول مباراة ديالو في القسم الوطني الثاني، يواجه فريق كوفنتري. حنا غادي نلعبو هاد المباراة، فوز فريق ليستر سيتي راه عطينا 1.62. حنا غادي نلعبو كما قلنا 1 فول تايم، غنلعبو فوز فريق ليستر سيتي. ننتقلوا المقابلة الموالية من الدوري الأوكراني بين فريق دنيبرو مع فريق زيتومير. هاد فريق زيتومير اللي تا هو صعد من القسم الوطني الثاني، عنده المقابلة الأولى اللي كان انتصر فيها بهدفين إلى شيء، يواجه فريق دنيبرو. هنايا هاد المقابلة هادي غنلعبو فيها أهداف، غنلعبو الأهداف في المباراة. حنا غادي نلعبو بليس ديال 3 ديال الأهداف، نلعبو عدد أهداف المباراة أكثر من 3 أهداف. تقل المقابلة الموالية من الدوري النرويجي القسم الوطني الثاني، كذلك مباراة الدوري النرويجي القسم الثاني تما كعرف تسجيل أهداف. حنا المباراة لازمنا ديال كيف مو أوسلو مع فريق أسد. مشينا الترتيب، فإن فريق أوسلو تحت المرتبة 5 ب15 نقطة، أسد في المرتبة 15 ب11 نقطة. آخر مواجهتان عرفت التعادل في 3 المناسبات. حنا هاد المباراة هادي غادي نلعبوها بليس ديال 2.5 أهداف في المباراة أكثر من 3 أهداف، كذلك يمكننا نلعبوها فوز ديال أوسلو. حنا غادي نلعبوها البليس ديال 3 أهداف. ننتقلو المقابلة الموالية كذلك من الدوري النرويجي قسم الوطني الثاني بين فريق كونغ سفينغر مع فريق غوفوس. فريق كونغ سفينكر تحت المرتبة الثانية ب31 نقطة، فريق غوفوس في المرتبة 12 ب16 نقطة. فوز ديال كونغ سفينكر غادي يخليه يتصدر الدوري، لذلك حنا غادي نلعبو المباراة فوز فريق كونغ سفينكر اللي هو الفريق المستضيف. حنا غادي نعطيوه الفوز، نلعبوه 1 فول تايم. ننتقل للمقابلة الموالية من الدوري السويدي القسم الوطني الأول بين فريق إلفسبورغر مع فريق سيريوس. فريق إلفسبورغر تحت المرتبة الأولى ب39 نقطة، سيريوس في المرتبة 13 ب17 نقطة. فرق كبير بين فريقين، لذلك حنا غادي نلعبو هاد المباراة فوز فريق إلفسبورغر، غادي نعطيوه 1 فول تايم. ننتقل للمقابلة الموالية من الدوري الإنجليزي قسم الوطني الثاني تشامبيونشيب بين فريق ليدز وفريق كارديف سيتي. ليدز كذلك اللي تا هو نزل من القسم الوطني الثاني، من القسم الوطني الأول القسم الوطني الثاني، استضاف الميدان ديالو فريق كارديف أول جولة في تشامبيونشيب. حنا غادي نلعبو ونعطيو الفوز ديال فريق ليدز يونايتد، انا طبعا 1 فول.
فوز فريق ليدز يونايتد. انتقلوا المقابلة الموالية من الدوري الأوكراني، القسم الوطني الأول، بين فريق زوريا لوهانسك مع فريق كريباس. إذا مشينا للترتيب اللي هي غادي يلعبوا الجولة الثانية، الجولة الأولى كريباس اللي كان هازم بواحد لا شيء، كذلك فريق كريباس اللي كان تمن هازم، عفوا زوريا لوهانسك اللي كان تمن هازم بهدفين لهدف. احنا غادي نعطيو هاد المباراة فوز فريق زوريا لوهانسك، انا اللي كيبان لي المستوى ديالو احسن من فريق كريباس، وخا الفريق اللي اصعد من القسم الوطني الثاني كنظن ما عنديش شي معلومة عليه. الجولة الاولى والجولة الثانية كتكون فقط ما كتعرفش المستوى ديال الفريق. احنا غادي نلعبو فوز فريق زوريا لوهانسك، وما عرفتش شحال النسبة اللي عاطين الفريق المستضيف. تقبل المقابلة الموالية الجولة الثالثة من الدوري السويسري، بين فريق كراشوبرز مع فريق بازل. بازل كراشوبرز المرتبة السادسة والمرتبة التاسعة، آخر مواجهتان الفاس فوس بازل وكراشوبرز داخل الميدان. هنا هي المباراة هذه، هنا المباراة هذه لعبوا كلا الفريقين يسجلان في المباراة، هذه لعبوها جول جول. انتقلوا المقابلة الموالية من كأس العرب، بين فريق الرجاء البيضاوي وفريق النصر السعودي. فريق الرجاء اللي كتأهل على فريق كتأهل في المجموعة ديالو ضم فريق الوحدة والكويت وفريق بلوزداد، كذلك فريق النصر الزمالك والمنصر. وآخر مقابلة كان التعادل بواحد واحد مع فريق الزمالك. هنا هي المباراة هذه، هنا هي مباراة قوية، هو الفريق ديال من الدوري المغربي الذي يواجه فريق النصر اللي كيلعب فيه كريستيانو رونالدو. هنا هي المباراة هذه، غادي يلعبو كلا الفريقين يسجلان، غادي يلعبو جول جول، فريق الرجاء ولا فريق النصر. آخر مواجهة في الفيديو من الدوري الأسترالي القسم الوطني الأول، بين فريق لوستينو مع فريق أستريا فيينا. مقابلة قوية، حنا يا هاد المباراة هادي غادي نلعبوها كلا فريقان يسجلان، لا أستريا فيينا ولا فريق لوستينو، نلعبوها جول جول. المهم الى هنا نكون وصلنا لنهايه الفيديو، نهايه التوقيت ديالنا، نتمنى ما نكونش طولت عليكم. تهلاو في رؤوسكم الى فيديو اخر، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.